منكم لله يقولوا عليكم ملائكة الرحمة وتلموا المرضى. دي أوامر مدير المستشفى. التبرعات اللي كانت بتجيلكم خلصت خلاص، نعمل لكم إيه تاني؟ منكم لله منكم لله. خير يا منى. إزيك يا دكتور؟ مش فايتة. نبلغ البوليس حضرتك؟ انت تخلص خالص. اه وقت البوليس جاي، بس يكون في علمكم انا لو بلغت البوليس هبلغ فيكم انتوا الاثنين. واحنا ذنبنا ايه بس يا فندم؟ قول بتخلص خالص. كل ده يحصل وانتوا موجودين؟ كنتوا فين؟ معوض قال ان نسوا بايروا جوه. انتوا بتدخلوا؟ حضرتك ما كنتش بدي اخوانا وظهروا باينين وكتفوني. مش مكسوف من عرضك؟ كتفوك ازاي يعني؟ امال انا بدفع لك فلوس ليه يا حيوان؟ يا دكتور دول تقريبا عمال المصنع كلهم، وكان هيقدر عليهم بس ازاي يا فندم؟ وانت؟ انت كنت فين؟ انا كنت بجيب سجاير حضرتك. يا سلام. هلو؟ ايه؟ ورق ايه؟ طب هي فين؟ اوعى تسيبها، انا جايه. انتوا الاثنين ورايا. يلا هي عملت ايه بالظبط؟ كانت بتصور تقرير الوفاه. خلصيني من الموضوع ده ارجوكي، انا مش هخش وشها اكتر من كده يا سميه. طب اشوفها بس الاول. مين اللي قالك تعملي كده؟ اتكلمي احسن لك. سميه وطي صوتك ارجوكي. مش هتتكلمي؟ انا قلت كل حاجه للدكتور والله العظيم. طب عايزه اسمعها تاني. صحافه كانوا عاوزين يكتبوا عن قسم المجان في المستشفى. ولا عاوزين يفتحوا المستشفى. ابوس ايدك يا دكتور، سيبني امشي والله العظيم هتكلم مع حد تاني. اكتمي خالص سميه، اتصرفي شوفي لك حل. هي مش عايزه تخرج؟ طب نخرجها. انتوا جايبيني هنا ليه؟ هتعملوا فيا ايه؟ ما هو لو انت اتكلمتي مش هنعمل لك حاجه. اتكلم اقول ايه بس؟ ده والله ما اعرف غير انهم صحافه. هما كانوا كام؟ اتنين، راجل وست. قالوا ان هما سمعوا عن البحث والناس اللي بتموت وعايزين دليل عشان ينشروه في الجورنال. جورنال ايه؟ ما اعرفش والله العظيم ما اعرف. طب اساميهم؟ ما قالوش. ولا ايه؟ والله ما فاكره، والله ما مش فاكره. ماشي، طب خليكي هنا لغايه ما تفتكري. كتفوها يا مدام. يا مدام انت سيباني وراحه فين يا مدام؟ يا مدام